يعني حتى قناه النادي الاهلي امبارح محمد الليثي وامبارح بيتكلم وبيستغرب قوي على مرتباتهم. رجل اجنبي وراجل طول عمره في النادي الاهلي وعامل انجازات كبيره للنادي مرتبه هتقول 8 اضعاف 10 اضعاف تقدر تقول الكلام ده مرتب لحسن شحاته. حسن شحاته في مدربين في الانديه بياخدوا اكتر من مرتب حسن شحاته. فده كان كلامنا مع الكابتن. لكن احنا ما رفضناش رفض قاطع وقلنا لا وهنمشي. وجابوا تصريح للكابتن شوقي زي ما جابوا له تصريح. وانت عارف يا كابتن احمد انا لا تصريح الكابتن شوقي كان عقلاني جدا. انا ولا بتكلم في الجرايد. لا بس الكابتن شوقي ما غلطش يا كابتن حسن. الكابتن شوقي اتكلم بعقل شديد جدا. لا يعني ما انا بتكلمش على الغلط عشان انا بقول للاستاذ فتحي ان احنا برضه كنا فيه قوي في ان احنا نتقبل القضيه دي. والقضيه دي اصلا ما كانش لها لازمه اساسا. هم اللي فتحوا الموضوع مش الكابتن مجدي يا استاذ فتحي. الكابتن مجدي حب ياخد بونت على حسابنا احنا واخد بال حضرتك في الظروف اللي احنا فيها دي. وان حسن شحاته من ضمن القايمه السوداء وبناء عليها حسن شحاته رفض تخفيض مرتبه في الظروف اللي احنا فيها. حاجات كتيره جدا جدا كابتن حسن. ما فيش قايمه سوداء ولا قايمه بيضاء ولا كلام فارغ. ولا حضرتك كابتن احمد ده جانب بعد اذن حضرتك. الجانب الاخر كان استاذ مازن بيتكلم بيقول ان انا اخترت 10 من النادي الاهلي و7 من النادي الاهلي. واحنا ما علقناش. هي اسمك ايه النهارده في صباح الخير ولا صباح الرياضه هي اللي قالت ان انا اخترت 10 من الاهلي و7 من الزمالك وبتاع. واحنا كلامنا محدود يا كابتن احمد. كلامنا ان هو احنا معانا اللعيبه اللي كانت في حوض النيل. لان ده مفيش دوري ومفيش حد جديد هيظهر ولا ولا ولا. اللعيبه اللي معانا في حوض النيل بجانب اللعيبه المحترفين اللي هو زيدان والمحمدي واحمد علي والحضري. احمد علي حضرتك انت كنت بتقراه امبارح ونسيت انك احمد علي وبعدين صلحت. دي حاجه. الحاجه الثانيه كنا حاطين عمرو زكي وعاطين عماد متعب يبقوا لو هم كويسين ممكن يخشوا معانا. لان عماد متعب في الفتره اللي كان بيتمرن فيها وبيلعب ماتشات كان وصل لمرحله كويس. احمد متعب اتطور. عمرو زكي بيشتكي من ركبته. احمد عيد عمالك الوحيد اللي هيخرج من عندنا لانه هو عمل ايه الغضروف. واحنا النهارده ما اخترناش لسه. كل الكلام ده واحنا قلنا هنسافر ب 20 ب 22 ب 23 كويس ب 18 اللي هيبقوا موجودين من القايمه اللي كانت معانا في حوض النيل. لكن احنا ولقعناها زي ما هناء حمزه النهارده قالت الصبح. هي هناء حمزه اللي قالت ان انا خدت 10 من الاهلي و7 من الزمالك و18 من يعني انت ما اعلنتش اسماء خالص يا كابتن احمد. كابتن احمد خالص انا دخلت على حضرتك عشان الحته دي. الحته الاولانيه بتاعت المرتبات والحته الثانيه ان احنا ما اعلناش قلنا يوم 19 رغم ان يوم 19 كان عشان ماتش الزمالك 19 ان الاسماعيلي والاهلي هيلعبوا 18 19 ان الزمالك هيلعب 19 الزمالك ماتشه ترحل ل 20 لكن المجموعه اللي في الزمالك معروفه. احنا ما فيش دوري عشان ناخد عنصر جديد. مفيش دوري عشان نختار واحد جديد. احنا لو اخترنا هنختار واحد ممكن يكون مكان احمد عيد عبد الملك نفس مركزه بس. عارف حضرتك ده اللي حصل يا كابتن حسن. كابتن حسن كل يوم التاني بينزل من كلامنا او على لساننا كلام احنا ما بنقولوش. حاسس ان صوتك حزين شويه يا كابتن حسن. انا مفيش انا حزين عشان بس الظروف اللي احنا فيها وعدم استعدادنا مباراه فاصله زي مباراه جنوب افريقيا. يعني ده انا حزين عشان احنا ما عنديش الكلام كتير وحضرتك اتكلمت وده اتكلم وكل واحد اتكلم ان احنا ناخد اللعيبه ونخرج ونروح معسكر بطل الظروف. اذا كانوا هم بيتكلموا النهارده عن المرتبات اروح انا معسكر اقعد فيه اسبوعين ثلاثه اصرف لي كم مليون عشان اجي العب مباراه. طب الناس هتسيبنا في حالنا بجانب ان الانديه ما رضتش تسيب لعيبتها. الانديه رفضت الاسبوع الاولاني يا كابتن احمد. الاسبوع الاولاني من مارس ان احنا كنا ناخد لعيبتنا سواء نلعب مباراه وديه مع اي حد او ما نلعبش مباراه وديه. المهم نتلم ان احنا من ساعه 17 يناير اخر يوم في النهائي حوض النيل ما اتجمعناش. لقينا الانديه مش عاوزه تسيب لاعبتها لان عندها وخاصه 4 انديه اللي هم يعتبروا اكبر عدد من منتخب موجود منهم الاسماعيلي والاهلي والزمالك وكان احمد عيد عمالك من الحرس. ففضلنا لكن احنا يعني مش عاوزين نبقى قاعدين حاطين رجل على رجل وزي ما بيقولوا قاعدين رجل على رجل بيقبضوا ملايين ويقبضوا كلام كتير يا كابتن. سيدي انت عملت تاريخ وعملت انجازات ما تقبض على قد اللي انت حققته يا كابتن احمد. دايما كل مباراه سواء وديه او رسميه لازم يحصل معانا كده. نفسي اعرف والله حضرتك قلت يمكن حد بياخد على حسابنا بونت يعني مجدي عبد الغني. ما انا بقولها لك بالامانه مجدي عبد الغني لان هو مجدي عبد الغني السبب في اثاره الموضوع بتاع المرتبات ده. لكنه العلاقة مع كابتن سمير جيدة يا كابتن. مفيش خلافات مفيش ولا حتى مع مجدي يا كابتن ولا حتى كابتن مجدي انا في خلافات معاه ولا في اي حد. وحضرتك تعرف نعم يعني وحضرتك تعرف يمكن انا ما بتكلمش مع حضرتك بس
فترة، وانت حضرتك قلت كده على ما فيش اتصال بينه وبين الكابتن حتى حتى تليفونيا بقالنا فترة، لكن العلاقة مش سيئة. لا لا طبعا لا، في على الاقل في علاقة احترام يا كابتن. لا انا علاقتي بحضراتكم الحمد لله نعم طبعا نعم، ما تشقل يعني ما تبقاش شائبة. لا لا لا، لكن بحاول بقدر الامكان ان انا الراجل ببقى ايه يعني ما يعني مش بتاع اعلام قوي، ما بحبش اطلع كتير او في الاعلام، ما بحبش اظهر كتير في الاعلام، ودي بياخدوها عليا ان انا راجل متكبر وان انا راجل مغرور وان انا راجل ما بحبش اتكلم. لا هي مش كده خالص، انا راجل غير يعني ما بحبش الشو، ما بحبش الاعلام الدائم وكل شويه ناطط في قناه وكل شويه طالع في الجرايد وكل شويه. بس الظهور الظهور في بعض الاوقات لتوضيح يعني الظهور في بعض الاوقات لتوضيح امور يا كابتن حسن، يعني زي ما حصل دلوقتي بالظبط كده. يعني النهارده حضرتك خلصت كل المشاكل، يعني اعلنت ان انت ما اعلنتش اسماء المنتخب، قصه المرتب انت بتقول انت مستعدين تتبرعوا بمرتب شهر واثنين وثلاثه لحد ما الامور. قال الكابتن سمير يا كابتن احمد وكابتن سمير حي. طب ليه اتحاد الكره ما طلعش ده البيان الرسمي يا كابتن ويخلي الامور واضحه؟ نعم سمير طلع نفى، بس نفى الكلام بتاع الكابتن مختار. يعني الكابتن سمير لما طلع نفى نفى الموضوع بتاع الكابتن مختار السعوديه ان هم هيجيبوا الكلام ده كله. انا عارف يا كابتن احمد، خد بالك انا عارف ونبقى عارفين كلنا، خد بالك بالرغم ما احنا بنبصش دي، احنا بنبص ان احنا امورنا صعبه ظروفنا صعبه الماتش صعب عارف ازاي، لكن في ناس قاعده مستنيه بناء على نتيجه المباراه يا اما يخفضوا يا اما لا مفيش حاجه كده يا كابتن حسن. يعني مفيش حاجه كلام فارغ من ده، لكنه يعني برضه رغم كل الاجواء الصعبه دي هل انت متفائل باذن الله بالنسبه لمباراه جنوب افريقيا يا كابتن حسن؟ انا كابتن احمد طول عمري متفائل، يبقى بقى قلقان الظروف دي انا قلقان لان احنا ما استعدناش، ما نعتبرش احنا عملنا حوض النيل استعدادا وكان يليها مباراه امريكا اللي هي تعتبر اللي كانت هتبقى لكن للاسف الظروف اللي احنا فيها ما ساعدتناش ان احنا نلعب مباراه امريكا ولا ساعدتنا. طب هسالك سؤال اخير قبل المباراه تبدا، انا كنت اعلم ومتاكد ان عندك عرض من منتخب عمان أكثر من عرض يا كابتن. لا ومنتخب عمان بالتحديد كان عرض لا يقاوم، هل رفضته بصوره نهائيه يا كابتن حسن ولا لسه مخلي الامور معلقه شويه؟ لا مفيش معلقه يا كابتن احمد. ايوه كلامي واضح وكلامي صريح مع منتخب مصر، لان انا بلتزم وبحب تعاقداتي قوي، بحب ملتزم بتعاقداتي. هم يوم بقى ما يبقى مفيش نصيب مفيش اي حاجه وهم ممكن يقتلونا يستغنوا عننا في حاجه، ده وضع تاني عارف حضرتك ازاي؟ لكن انا طول عمري بلتزم بتعاقداتي. الا تخشى بعد مباراه جنوب افريقيا الله لا يقدر في حاله الخساره ان ممكن ده يحصل من اتحاد الكوره يا كابتن حسن وتندم انك رفضت عروض كبيره زي ما تندمش يا كابتن احمد؟ اصل هو ربنا الرزاق يا كابتن احمد. ربنا النهارده لما بيجيب في الظروف ديت عروض كتيره، ما ممكن لا قدر لا قدر انا بقول لك لا قدر الله، لان انا عارف ان ربنا ان شاء الله هيكرمنا ان شاء الله. لا قدر الله حصل اي حاجه انا هقول لك والله لا انا هندم على حاجه، ما تندمش على حاجه يا كابتن احمد. كل حاجه اللي ربنا بيجيبه كله خير، خد بالك يعني لك انا بس حبيت اخش مع حضرتك واستاذ فتحي سند موجود، استاذ مازن موجود، استاذ فتحي اتكلم في موضوع، استاذ مازن اتكلم في موضوع، انا حبيت اوضح بس الموضوعين لا اكثر ولا اقل. لك كل الاحترام كابتن حسن شحاته واشكرك على هذه المداخله.